بدل لا شو قصتك لك بدل لك شو هالاضرابات هيدا هلكتونا بالاضرابات يا ابو عزيز نحن شو ذنبنا بدك تشوف هالاساتذه شو مشكلتهم ما كشفنا الاساتذه اه روحوا شوفوا المدارس شوفوا شو قصه المدارس لك شو بكونوا لك يا عمي عم تلعبوا فينا شو مفكريننا عم تلعبوا فينا ارجوك ابو عزيز بس الفاظك حافظ عليها شوي لا بلا الفاظ بلا حافظ بلا بطيخ شو يعني ما فيهم لا من يا عمي ما مهلك شو بدك يعني لك مدام كله اضرابات اضرابات لعنا النهار اضرابات شو ما عندنا شغله وعمله غير نقعد بالبيت ونحن ونحط هالولاد ونراقبها يا ابو عزيز فيك تبعتهم نحن فاتحين فاتحين لك شو فاتحين انتوا انتوا فاتحين ونازلين فينا شو فاتحين ما فاتحين ما فاتحين شيء انتوا يا عمي بس شغله كل نهار تعملونا اضرابات لك اضرابات بعد في انتوا بالبلد ما اضربوا استاذ ابو عزيز انت بمدرسه محترمه هون ارجوك يا اخي هاي مدرسه ما جينا كمان شو كل مره اضرابات يعني انت بتعرف الاعصاب اللي عندنا راحت بلال من كل قاعدين عم نحضر التلفزيون بيقولوا والله بيطلع لي واحد هيك من هدول تبع المدارس غدا اضراب ما فوت لجوا قوموا يا اولاد بكره اضراب قوموا صاروا بيعدوا بعد شوي بتلطح لي واحد تاني بيطلع غدا يوم عادي قوموا يا اولاد ناموا يلا عنا ماضينا قوموا يا اولاد ناموا يا اولاد قايم نايم قايم نايم قايم نايم لك ما عم تخلوني نام اللي مجيب على البيت لك صدقيني في عندي ابني هذا هالقد قد بيقع بالليل اخر شيء من بعد بقى قايم نايم قايم نايم اللي بيا اللي شباب بيا باللي ارجوك استاذ ابو عزيز مش هيك اذا بتريدي شو مشاك لك قايم نايم قايم نايم شو بدك يا عمي من نقضيها قايمين نايمين قايمين و بالمدار بدنا نشوف يا اخي بدكم تعلمون لهال ولا بدنا يا ابو عزيز بلا ابو عزيز بلا ابو عزيز بعدين هدول اللي يتفضلوا هاي سلسله الرتب والرواتب يتفضلوا يقروها العمل لك معطر الاستاذ معطرين هودي لك شو بياكلوا من لحم الحي يعني ياكلوا القضيه ايمن 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 ولك يقروها احسن ما تكرر لي شي كر علي دخيلي بتعرفي شو والله انا بدي اسكر لك هالمدرسه وارتاح بقى سكر المدرسه واولادك يا ابو عزيز اولادي مع طليقتي هلا انا فري هلا انا يعني تحت نصيبي وانت وانا كمان تحت نصيبي قديش بتاع عبدوكي انت كمديرة؟ 800,000 اه الك مني 2800 دولار شو رايك؟ 2800 دولار وشو الشغل؟ الشغل انه بتقعدي معي انا وياك سوا سوا بتضلك نقيم ونايم نقيم ونايم بتجوزيني؟ بتجوزك ب 2800 دولار ما بتلحق تنام لقلك هو قومي قومي تعي وزفوا العروس زفوني على الورد مسوني هيك نكاهي بالريال ورح عنن ايه شو مين لا لا شو لك حطيها عينه لانه فشرته 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 رح نضل نقيم ونقيم نقيم ونقيم قومي فشرته